كيكي. موقفنا المستقبلي واضح، احنا علقنا حضورنا للجلسات وطالبنا هسه حاليا باقاله هيئه الرئاسه كونها ما التزمت بالنظام الداخلي واكثر من مره. ليش اقاله هيئه الرئاسه؟ تريدون اقاله السيد احمد الحاسو؟ طيب شنو علاقته بالموضوع؟ ماذا يقدر يدير الجلسات وماذا يلتزم بالقانون؟ يعني هو رئيس مجلس المفروض لما ريان او غيره يطلبون منه يقيل 14 عضو يقول هذا مخالف للقانون اني ما اقبل. شكوش بيده. المفروض له موقف. رئيس المجلس اكو شخص اسمه فهد الجرجري ضابط بالامن الوطني يداوم وياه، هو اللي بعض الجلسات صارت يجيب قصاصه ورقيه يخليها قدامه. انا اريد اخليه يطلع يوضح يقول ما هيش. جلسات مصوره وخلي يطلعون، اذا ماكو 10 فوق راس واقفين. يعني انتم راح تقاطعون الجلسات لحين اقاله رئيس مجلس المحافظه اللي تقولون انه ما يقدر يدير الجلسات وجاي يملي عليه الشيخ ريان الكلداني. بالضبط، او احنا بالنسبه لنا طيب. اذا ما قدر نحقق الاغلبيه احنا نبقى معارضه وخلي المجلس هم يديروا. يعني خلي اذكر شيء يعني قبل لا اسال استاذ محمد هريس، هذا يعني مسج اجاني من الدكتور ربيع رئيس بابليون في نينوى وعضو مكتب القيادي لبابليون، يقول ما عندنا تحالف في كركوك مع البارتي، بس المعروف انه البابليون حلفاء اليكتي اللي هم متحالفين مع البارتي، هاي المعلومه، بس انا للامانه ذكرت هذا المسج اللي رجع اللي وصلني. ماكو تحالف بين بارتي وبين ريان كلداني ابدا ماكو. أكو بس هو فعلا أكو مع اكو بابليون مع اليكتي. اي صح موجود واليكتي حلفاء واليكتي حلفاء البارتي. صح، احنا بالنسبه لنا نتعامل مع اليكتي. اوكي، هاي قصه يا سيدي. شوف انا افهم، مثلا في امريكا اكو الجمهوريين والديمقراطيين، في بريطانيا المحافظين والعمال. شنو معنى انه يعني انا حليفك في مدينه واني خصمك في مدينه اخرى، واني ممكن اكون حليفك عبر قناه اخرى؟ يعني خليني اجاوبك. طيب بكل بساطه يعني هي القصه ايه قنوات وكذا ولو مصالح. احيانا اللي موجودين بالضبط خليني اشرح لك اياها. اللي موجودين بالوسط السياسي يحتاجون ماده تفيد المجتمع اللي هم بيه. في نينوى كودن البارتي هو الاقوى، هو اللي كان مسيطر على المشهد السياسي وبنظري لا زال مسيطر. فانت حتى تحتاج تكون الاقوى لازم تجي تقول انا قدرت على الاقوى او كسرت الاقوى. فاعتقد هذا هو السبب الاساسي. صراع هاي واحد. اثنين البروباغندا السياسيه، تعرف تاكيد جاي انتخابات برلمان وراح يحتاجون دعايه انتخابيه. ما اعرف ليش ما يطلعون برامج انتخابيه انه احنا عندنا برنامج حكومي. ما حكوا لنا انه شنو التقصير اللي موجود، شنو ممكن الخدمات اللي مقدمه للناس. اهم شيء كل يوم طالع لك واحد يقول لك بارتي. يعني ما صرنا نتحدث عن خدمات للناس ولا صرنا نتحدث لا عن ماكو كلام، ماكو ايش قد ممكن يقدمون للناس. يدعون بان البارتي محتل، يدعون بان البارتي مسيطر، يدعون بارتي. طيب. بارتي اخي انت